السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سرشاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. في الفيديو ده هنتكلم عن السيليكا جيل، كيس السيليكا ده اللي انت بتلاقيه في الشوزات الجديدة، الجزم الجديدة لما تيجي تشتريها بتلاقي فيها اكياس صغيرة كده محطوطة جوه الجزمة او جوه الكوتشي والشنط وهكذا. دي فايدتها ايه؟ فايدتها ان هي بتمتص الرطوبة، لو في رطوبة في الجو او في مثلا روايح او في رطوبة، بالاخص في رطوبة او مية، الرطوبة دي اللي هي المية تروح سحباها تمتصها جوه، بتبقى كور صغيره جدا معموله من ثاني اكسيد السيليكا، يعني من ثاني اكسيد السيليكون واسمها سيليكا. دي بتمتص الميه وبتحولها ل، عارفين كده زي البلي اللي كان صغير ده اللي انت بتملاه ميه ويكبر، هي دي بالظبط نفس فكره السيليكا، بتمتص الميه وكده. طب دي بتستخدم في ايه؟ بتستخدم في كذا حاجه. الصور مثلا، لو انت عندك صور مثلا وعايز تحافظ عليها من الرطوبه ان هي ما يخشهاش ميه او ما يخشهاش اي حاجه، ما يخشهاش ميه قصدي يعني، او رطوبه، فيبتدي تحط فيها كيس السيليكا، تفضيه بقى تقطعه او تخلي كيس ده زي ما هو ما فيش مشكله. لو في مثلا لابتوب او حاجه وخايف عليها مثلا تخش فيها ميه او رطوبه، حط فيها كيس سيليكا. الموبايل بتاعك مثلا وقع في ميه ولا حاجه وعايز تحطه، بدل ما تحطه في رز تحطه في كيس سيليكا، برده بتمتص وهكذا. بتتحط برضو في المكملات الغذائيه زي مثلا الفيتامينات وكده، زي مثلا الاوميجا 3 وكذا حاجه تاني، كذا مكمل تاني، والدي 3 مكملات الدي وكده، شفتها برضو محطوط فيها كيس السيليكا. فانا بس جاي اكلمك عن الموضوع ده، الكيس ده فعلا فعلا مفيد جدا، كيس السيليكا الجل ده. فاتمنى ما ترميش الكيس ده، وحافظ عليه وخليه معاك بحيث ان انت تستفيد منه من كل حاجه. يعني انا حاطط الكيس ده دلوقتي ما بين التوابل، يعني حاطط مثلا في دولاب التوابل ده حاطط فيه كيس زي ده، بحيث لو في اي رطوبه تمتصها على طول. المكملات برضو عندي مكمل دخل فيه شويه ميه، وقعت ميه عليه، فحطيت فيه الكيس ده وسايبه اهو عشان تشد الميه كلها. بس كده. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وتشترك معايا في الاكونت على التيك توك، او لو انت على اليوتيوب اعمل سبسكرايب للقناه، صدقني هتستفيد حاجات كتير قوي. الحاجات اللي انا بشرحها حاجات عمليه عن تجارب شخصيه. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناه سرشاجي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.